مرحبا بكم. هذه هي الحكاية التي تتكرر كثيرا عن أشخاص قضوا طفولة متواضعة وأودعوا أمنياتهم في كرة القدم حتى كرسوا لها كل وقتهم. إليكم 10 لاعبين كرة قدم ولدوا فقراء وأصبحوا الآن من أصحاب الملايين. قبل البدء لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك بالقناة. عاشرا، ليونيل ميسي. ظهرت مهارته المختلفة عندما كان يبلغ من العمر 5 سنوات وكان يلعب في نادي الحي بمدينته مع تشجيع والده لها والذي كان يعمل بصناعة المعادن. تأكد الأمر عندما بلغ ميسي 7 أعوام من عمره وبدأ يلعب في فريق الناشئين بنادي نيولز أولد بويز، وعندما بلغ 10 سنوات من عمره كان على وشك الانضمام لفريق ريفر بلاتا. وعندما تم تشخيص حالته بالإصابة بتأخر في نمو العظام والناتج عن نقص هرمونات النمو، وكان العلاج مكلفا للغاية ولم يرد أي نادي مواجهة ذلك، كما لم يكن لدى والده الأموال الكافية، فقرر الهجرة إلى برشلونة مع عائلته حيث أتيحت له فرصة العمل. وفي سبتمبر من عام 2000 قام ميسي بتجربة أداء مع فريق برشلونة، وانبهر العضو الفني كارلوس ريساك بمهارته في كرة القدم وضمه إلى النادي الذي تولى علاج الشاب بالمعجزة. تاسعا، ديدي دروغبا. ولد في ساحل العاج عام 1978 وهاجر إلى فرنسا هاربا من الفقر عندما كان طفلا، وكان جده يناديه تيتو. شق طريقه إلى فرنسا حيث كان عمه ينتظره والذي كان يتكسب من عمله كلاعب كرة قدم محترف. عانى والده من رحيله لكنهما كان مقتنعان أنها فرصته الوحيدة للنجاح في الحياة. وهناك قضى دروغبا 3 سنوات، إلا أنه شعر بالحنين فعاد إلى وطنه حيث لعب كرة القدم يوميا في موقف السيارات الصغير بالبلدة. وكانت عودته لساحل العاج قصيرة لأن والديه فقد عملهما، لذا توجب عليه العودة لفرنسا ليعيش مع عمه. ولكن في عام 1991 سافر والده إلى فرنسا حيث استطاع دروغبا البالغ من العمر 12 عام الاجتماع بعائلته مرة أخرى. وكان هناك في ضواحي باريس بدأ في تكوين اسما عندما وقع عقدا مع نادي محترف وهو إلي بالوا، حتى تحول إلى أحد أفضل المهاجمين في العالم. ثامنا، أرتورو فيدال. عاش طفولة مأساوية مليئة بالفقر حيث هجره والده عندما كان يبلغ من العمر 5 سنوات. كبر في عائلة من 5 أخوة مع والدته التي تعمل باجتهاد لتستطيع توفير الطعام لهم. اعترف لتشيلي أنه مر بطفولة صعبة وأنه دون أن تعمل أمه لمدة يوم واحد لم يكن هناك أي شيء ليأكلونه. وأشار أرتورو إلى أن كرة القدم قد انتشلت عائلته من الفقر الذي كانوا يعيشون فيه. سابعا، أنطونيو كاسانو. ولد في الواقع القاسي لباري وهو حي مليء بالعنف في إقليم بوريا. هجره والده في طفولته وكانت الحياة بالنسبة لكاسانو منذ ذلك الحين هي صعبة للغاية، حتى أن الفقر قد تمكن من عائلته مما اضطره إلى بذل الكثير من المجهود في حياته. ولكن في الشارع تم اكتشاف كاسانو من خلال أحد مكتشفي المواهب، ومن هنا بدأت مسيرته الفنية وتحول إلى أحد أفضل الشباب ذوي الموهبة في إيطاليا. ذكر كاسانو أنه لولا كرة القدم لكانت الحياة المليئة بالجريمة هي ما تنتظره. سادسا، رونالدينيو. من الفقر والبؤس إلى أحد أكبر لاعبي كرة القدم. بدأ تاريخ نجم كرة القدم في يوم 21 من مارس من عام 1980. ولد في مدينة بورتو أليغيري في أسرة متواضعة تعيش في منزل من الخشب بأحد الأحياء الفقيرة بالمنطقة. وإلى جانب الفقر كان في العائلة شغفا يبعث على الفرحة وهو كرة القدم، الرياضة التي كانت تساعدهم على تناسي الواقع الصعب. نشأ وهو يحب كرة القدم وبدأ هذا يتحول شيئا فشيئا إلى هوس. كان شقيقه روبرتو هو الأول في تحقيق حلمه بأن يكون لاعب كرة قدم، وعليه إخراج عائلته من الحي الفقير. عانى كثيرا من وفاة والده والتي وافته المنية وهو يبلغ من العمر 8 سنوات، وبعد فترة قليلة توجب على أخيه ترك مسيرته كلاعب كرة قدم نتيجة إصابته في الملعب بإصابة بالغة في الركبة. ولكن ظلت موهبة رونالدينيو تراوده، وفي عام 1997 استطاع الالتحاق بفريق مدينته بورتو أليغيري لكرة القدم، مما ساعده على الاقتراب من أهدافه.
خامسا روبينيو، لقد صاحب الحرمان روبينيو عندما عشق كرة القدم وهو طفلا. ولد في جزيرة ساو فيسنتي بالقرب من ساو باولو في منطقة فقيرة. لم يكن لدى لاعب كرة القدم السابق في نادي ريال مدريد سريرا خاصا، وكان عليه النوم على الأريكة. أمضى روبينيو طفولته في فقر مدقع، كان يعيش في منزل صغير مساحة 30 مترا مربعا، ولم يكن يتغذى بشكل مناسب من أجل نموه كطفل. لكن سوء التغذية هذا لم ينتزع منه الموهبة، مما دفعه إلى النجاح في النهاية. وعلى الرغم من أن والديه لم يكن لديهما المال اللازم لإرساله لأحد الأندية، لأنهما قام بالاقتراض من الجيران حتى يستطيع روبينيو الموهوب استكمال مسيرته كلاعب كرة قدم. لم ينس روبينيو قط هذا الحرمان الذي تعرض له في طفولته، وبدلا من أن يتلقى الهدايا في حفل زفافه، طلب من المدعوين دفع مبلغا نقديا للتبرع به للمؤسسات الخيرية في البرازيل. رابعا داني ألفيس، بالرغم من أنه ولد في عائلة فقيرة للغاية، إلا أن قدره وجهه إلى أن يصبح نجماً. كان الطفل البالغ من العمر 6 سنوات ونجم كرة القدم البرازيلي في المستقبل يسطر اسمه على حوائط منزله، ولم يكن يعلم أنه بعد سنوات لاحقة سوف يلاحق المعجبين للحصول على توقيعه. لكن هذا لم يأتي إلا بعد الكثير من العمل الشاق. لقد كان يستيقظ يوميا في 4 صباحا من أجل مساعدة أبيه لجمع المحصول في مدينته. لقد أجبرته الحاجة على العمل كبائع جائل عندما تسنح له الفرصة، ولكن كان لا يزال لديه الوقت من أجل شغفه الكبير في الحياة، وكان يلعب مع أصدقائه في القرية بهدف الوصول إلى حلمه، وهو أن يصبح لاعب كرة قدم محترف. لقد كانت حياته قاسية جدا، حيث أنه كان ينام على سرير من الأسمنت، وكان عليه تحمل درجات الحرارة المرتفعة والتي تصل إلى 40 درجة مئوية بينما كان يعمل في الحقل. إلا أنه تمسك بالأمل، وفي عام 2001 استطاع المشاركة في مباراة كرة قدم، وكان بارزا للغاية حتى بدأ المهتمين بكرة القدم في ترديد اسمه. ثالثا لويس سواريز، ولد في عائلة فقيرة للغاية، وكان يلعب في فريق الناشئين في الأوروغواي، وكان يعمل أيضا حتى يكسب القليل من المال ويساعد عائلته ماديا. وعندما بلغ 15 عام من العمر انفصل والده ريدولفو عن والدته، والتي ظلت وحيدة معه هو وأشقائه الستة. أثر انفصال والديه كثيرا عليها، حتى أنه ترك كرة القدم ولجأ إلى الكحوليات في المساء، ثم تعرف على صوفيا بالبي وهي الفتاة التي غيرت حياته تماما. يقول لويس أنه تعرف عليها في العمر المثالي، حيث أنه كان مراهقا، إلا أنه عرفها في اللحظة المناسبة لأنها ساعدته على إصلاح حياته. وفي عام 2003 وجهت الحياة له ضربة قاسية من جديد، فعلى الرغم من الحب الحقيقي الذي جمعهما إلا أنهما انفصلا، نظرا لسفر عائلة صوفيا إلى برشلونة بعد الأزمة الاقتصادية في الأوروغواي. لم يستطع لويس رؤيتها مجددا، ولكن الانترنت ساعدهما على التواصل، ووعدها لويس أنه سيصبح لاعب كرة قدم محترف وسيسافر إلى أوروبا ليراها مرة أخرى ويتزوج وينجب أطفالا. وعندما بلغ 29 من العمر طرق نادي خرونغين الهولندي بابه وتغيرت حياته، حيث أن تواجده في أوروبا ساعده على التواجد بالقرب من حبيبته وأصبح من أفضل لاعبي كرة القدم. ثانيا سيرخيو أغويرو، قضى جزءا من طفولته في أحد الأحياء الأكثر فقرا وخطورة في بوينوس آيريس. كان الثاني من بين 7 أبناء، وكان والده يعمل كسائق، وكانت والدته ربة منزل، وكانت عائلته تعيش بأقل من 3 دولارات في اليوم. ولم يبدأ في التغذية السليمة حتى بلغ 15 من عمره، لأنه قبل هذا العمر كثيرا ما لم يكن هناك شيئا ليتناوله في المنزل، وهذا ما أكده الأرجنتيني في أكثر من مناسبة. اكتشف موهبته الصحفي إدواردو جون ثالث عندما شاهده يلعب كرة القدم، فانضم إلى فريق الناشئين بنادي إندبندنتي عندما كان عمره 8 سنوات. ولكن أصبح هذا من الماضي، وأصبح سيرخيو الآن من أغنى لاعبي كرة القدم في العالم بعدما كان يلعب كرة القدم بحذاء ممزق. أولا وأخيرا خوان كوادرادو، ولد في بلدة نيكوكلي البسيطة، ولم تكن حياته سهلة على الإطلاق.
لم ينس قط ما حدث وهو في سن الرابعة عندما ظهرت مجموعة مسلحة وبدأت في مهاجمة كل من تجده في طريقها، ويقول أنه لا يتذكر سوى الضوضاء الشديدة وأنه اختبأ تحت سريره من فرط الخوف الذي أصابه بالشلل. وبعد العاصفة أتى الهدوء الأكثر حزنا، حيث أن والده قد لقي حتفه في تبادل إطلاق النار. كان يعمل كسائق شاحنات وكان حظه سيئا لدى عبوره عند تواجد هؤلاء المجرمين والذين قضوا عليه دون أي نوع من أنواع التعاطف. ومنذ مقتل والده بدأت والدته مارسيليا في العمل الشاق، وذلك حتى تستطيع توفير الطعام لابنها والذي كان يقضي ساعات في مساعدتها. وكبر أخوان وكان لديه شغفين، أولهما الدراجة الهوائية والتي أهداها إياه والده، والشغف الآخر هو كرة القدم. وفي النهاية انتصرت كرة القدم وأصبح من أفضل لاعبيها في العالم. كانت هذه هي بعض القصص والتي استطاع نجوم كرة القدم تخطيها، والأطفال الذين بدأوا حياتهم في أحياء فقيرة لكنهم استطاعوا تحويل حياتهم إلى مسار آخر. فهي قصص ربما تتكرر كثيرا، ولكن ربما يعيشها الآن أيضا بعضا ممن سيصبحون نجوم كرة القدم في المستقبل. شكرا على المشاهدة، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة.